نبدا بسعد. بعطيه طبعا انا لغتي العربيه انا اتعلمكم انا لغتي العربيه ما يهديك لا لا سعد الخا يلقي لا تطلع بالرموز. طيب بعطيه بدايه جمله هو يكملها شعر. لا لا كلام باللغه العربيه بعدين بعدين توقف يلا ليه ما انت في اللغه العربيه يعني لغتك انجليزي من الاساس انت الحين قرب خلونا في موضوع بدينا في اللغه العربيه يلا خلونا في موضوع بتطلعنا على الموز. لا لا اللغه العربيه بنتكلم العربيه الفصحى الفصحى يلا يلا نعم اوكي العربيه. يا سلام عليكم يا محمد اهلا بك. عندما اطللت من فوق الجبال ذهبت الى رؤوس الجبال ونطحت السحاب براسي كانني يوما من الايام لم أظهر الجبال. يا سلام حسنا وحينما نزلت إلى السهول ضربت بين الأودية والشعاب وتفقدت الآثار والأثر فوجدت صوت النعامة. يا إلهي وحينها جعت فماذا فعلت؟ أكلت النعامة كلها؟ وسوي نعم نعم لا تتكلم معي سوى باللغة العربية. وحينما جعت مسكت النعامة وذكيتها وشبيت نارا وأشعلت نارا وجعلت النعامة في داخلها حتى نجبت نجبت وإذا أبو عبد الله جاي ثم أتى عبد الله وأدخل يده في النار. نعم وقال وقلت بيض الله هذا الوجه إنه لمن كرام غلط عليه بس غلط عليه. لقد أهداني لحمة من كتف النعامة لذيذة أتلذذ بها إلى لا ما مع النعامة كتف ما لها كتف ماذا أقول لقد وقفت هذه وشنيني في الحرب ألم أني أملك دالة على زهور. الله نعم وحينها فقت من النوم فإذا بي كالمجنون لا شعر على رأسي ولا لبس فأخذت خيشة كالذي ألبسها وتلهلمت بها وإذا حينها حينما فتحت النافذة فإذا بي إذا بي فيما قبل الحلم ثم ذهبت يوما إلى الطائف وحينما فرعت من جبال الهدى إذا أبى داحم دقيقة من فضلك سوف أكل فاطري في الحلا فحينما فرعت من جبال الهدى أكلت حلا أمضغ إني أمضغ ياكل بشوم أعمل له سكبل فلما لم أرى شيئا في جبال الهدى أتيت نازلا فإذا بي في مكة واعتمرت وصليت حافظة اليوم هذه عربية فصحى وعندما عربية فصحى فصيحة لا وصليت وتذكرت قيس الملوح عندما ذهبت من مكة عندما يقول وأنشدتها والصوت الجميل يقولون العلم في العراق مريضة وحينها كمل كمل انا وحينها حينما فتحت نافذة الطائرة كملت يا نمل ما بغى اتخطر بس تكرشوني بس عندي سالفة بقولها حينما فتحت النافذة فإذا بي أرى سور الصين العظيم حينها قلت في نفسي تن 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 العظيمة ما هذا البنيان العظيم ومررت بين أزقته يمينا ويسارا يمينا ويسارا إلى أن وصلت برجا في أعلى النقطة ثم سقطت ثم حينما سقطت التموا بي الصينيين فقالوا لي ويحك يا حمزة لا ما ادري ويحك يا حمزة لماذا تلتجون حولي هنا ثم قلت اذهب واغرب عن وجهي شغل يد عندما اغرب عن وجهه عندما اغرب عن وجهه فاتيت فاذا بي ببستان كبير وعندنا نافذة في البستان اين اجد اجمل انواع الفواكه البستان ما فيه في زهور زهور ورد طفت من كل بستان زهرة وقدمتها لسعد فحينما وصلت عند الزهرة البنفسجية فإذا بالشوكي يلمس الكف
لا تحملوا قساوة الشوك. على طول قرني قرني على طول بدون مذاقه. يا جمال خش خش اوكي. أخذت الوردة وقدمتها لأبي عثمان كهدية مني له قائلا كفاك ظلما يا صديقي إن الدهر مرة واحدة كما قال يزيد. هل أنا ظالم يا ربعي؟ أنا لم أظلم قط. لا يعني تنبيه. لا هذه ربعي. لا هذه نعم. كلمة يا عرب. يا عرب. يا عرب. من تظن نفسك؟ يا أيها مثل هذا ويحجميه من أية العرب يا إنك إنك تلحن بالقول لحن شديدة عزيز إنجليزي يا مرسي. إنها الحرب إذن إنك تلحن بالقول. وحينما رددت وسحبت سيفي جنبي اشتخل عارف الصين إيش سيفي والله الصين عاد ما عاد نسيوف إيه عندهم عندهم. حينما سحبت سيفي شبرت رفعت السيف الى الاعلى وجدته لعبه ووجدته غير حقيقي انه بلاستيكي بلاستيكيا وجدعته عليه. ما ادري والله بس لهجه جديده ما اعرفها ما ادري وين تصحر. فقلت انت لقد جاءتني نغزته ايوه. ماذا نغزك يا اخي العرب؟ لا ادري انها نغزه لا تكون من السيف حقي البلاستيكي الظاهر انها من السيف اذا جلدك بلاستيكي.